تحت هذه الخيام التي تحمل آلاما وآهات تتبدل عليهم الفصول والأيام لتطوى سنة سادسة من النزوح والتهجير في ظل أوضاع إنسانية صعبة يعيشها النازحون من أهالي البعاد وسنجار هنا في مخيم بحر يأتيهم الشتاء ببرده القارص زائرا ثقيلا لا يستطيعون استقباله بهذه الخيام المهترئة والثياب البالية ابد ما حد جانا ما حد زارنا ولا ولا التمسنا منهم كل شيء، ما يعني لو جانا واحد قال تعالوا ايش محتاجين ابد ابد ما شفنا هذا اليوم ما شفنا كل شيء. والله ما ما احنا مطمئنين ان مستقبلنا مو, مو, مو شيء، ما 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 عندنا طموح للمستقبل. يعني نقول احنا يعني مثل يعني متى نظل مثل بالمخيم، احنا ما عندنا تتشارك مخيمات النزوح في إقليم كردستان المأساة نفسها لتخيم المعاناة عليهم بكل تفاصيلها ظروف لا ترحم طفلا ولا امرأة ولا شيخة فجميع القاطنين هنا يفتقرون إلى الخدمات الأساسية أهمها توفير الوقود إضافة إلى قلة الخدمات وانتشار الأمراض أريد الرجعة لمناطقنا وما حاجة رجعنا ما أريد كل شيء من الدولة بس يرجعون مناطقنا أرضنا موجودة وجاي يستغلوها جماعة والله تعيش، تحمل شو يا يعني تعرف الوضع الخيمه ستة سنوات والماساه تتجدد تارة بالفقر والجوع والبطالة، وتارة بالبرد والامطار ليغيب عنهم حلم العودة، وعليهم القبول بالامر الواقع طالما ان الحكومة تغض الطرف عنهم. من مخيم بحر كبشير الحسن قناة الفلوجة